استقيموا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين اللهم اهدنا للمهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.